نفحص هذه الأمثلة ونرى الذرات الكيرالية فيها ونرى هل الجزيء كيرالي أم لا. هنا لدينا جزيء، لنرى إذا كان بالإمكان تحديد أي مركز كيرالي أو أي ذرات كيرالية فيه، بالرغم أنه يمكن أن يكون هناك مراكز كيرالية وليس بالضرورة أن تكون كربون، لكن تميل لأن تكون كربون في معظم الوقت خاصة في كتب الكيمياء العضوية. إذا نظرنا هنا للجزيء هذا، الجزيء هذا الكربون هنا مترابط مع ثلاثة هيدروجينات وواحد كربون، إذا هذا من الواضح أنه لن يكون مركز كيرالي لأنه مترابط مع ثلاثة مجموعات متشابهة. هذه الثلاثة مجموعات كلها مترابطة مع اثنان هيدروجين لكل واحدة منها، إذا كلها مترابطة مع اثنان من المجموعات نفسها، إذا لا يمكن أن تكون مراكز كيرالية. هذا الكربون هنا مترابط مع ثلاثة هيدروجينات مرة أخرى، ثلاثة من نفس المجموعة، لن يكون مركز كيرالي. هذا يبدو مثير للاهتمام، يبدو كأنه مرشح جيد ليكون مركز كيرالي أو كربون كيرالي أو كربون غير متماثل. هذا هنا على اليسار هو مترابط مع مجموعة المثل، إذا هذه مجموعة مثل، وهنا على اليمين هذه مجموعة مثل، وهنا على اليمين هو مترابط مع مجموعة بيوتيل، هنا هو مترابط مع او اتش، ومن ثم هنا هو مترابط مع اتش. اذا هذا بالتاكيد هو كربون كيرالي. يمكننا وضع نجمة هنا، هذه هي الطريقة التي غالبا ما تدل على ان هذا هو الكربون كيرالي. واذا لم يكن هذا منطقي لكم، لانه قد تقولون انظر هذا ان الكربون هو مترابط مع اثنان من الكربونات الاخرى، اليس هذا نفس الشيء؟ لكن الفكرة هنا هو اننا لا نفحص ما هي الذرات التي تترابط مباشرة معه، نحن نفحص المجموعات التي تترابط معه. في هذه الحالة هذا الهيدروجين هو مجموعة وذرة، هنا هذه مجموعة كاملة، هذه مجموعة بيوتيل الكاملة، لدينا أربع كربونات هنا، لدينا واحد فقط هنا. طريقة أخرى للتفكير به، كان يمكن رسم هذا الجزيء بهذا الشكل، كان يمكن أن يكون لدينا الكربون في المركز، وربما هذه المجموعة من المثل تخرج بهذا الشكل. لدينا CH3، ومن ثم سيكون لدينا هذا الهيدروجين ربما على نفس المستوى، ومن ثم خلفه سيكون لدينا مجموعة البيوتيل، إذا مثل الرجل الخلفية لثلاثة ترايبود سيكون لدينا هذا C4H9، إذا C4H9 في الخلف، ومن ثم في الأعلى منه لدينا OH في الأعلى، بنوع مختلف لدينا OH. وعند النظر إليه بهذا الشكل يبدو مثل الكربونات الكيرالية الأخرى التي قمنا بتحديدها في الواقع في الفيديو السابق، يبدو مماثل لشيء كهذا. وعند أخذ صورة المرآة له هذا نفس الجزيء هنا نوعا ما هو بشكل ثلاثي الأبعاد، لكن إذا أخذنا صورة المرآة لأي واحد منها ستجدون أن لا يهم كم تحاولون أن تديرونه أو تنقلونها، لن تكونوا قادرين على تطبيق صورة المرآة لنفس الأسباب على نفس الجزيء للصورة الأصلية. وإذا أتحداكم، إذا كنتم قادرين على ذلك أنا أتحداكم. إذا هذا كربون كيرالي، هذا مركز كيرالي، مركز كيرالي، كايرال سنتر، أو حتى يمكن تسميته كربون غير متماثل، يمكن أن يعتبر ستيريو سنتر أو مركز نمطي ستيريو جينيك سنتر. كل هذه هي أشياء صالحة لتسمية هذا الكربون هنا. وهذا أيضا جزيء كيرالي، جزيء كيرالي، كيرال موليكيول. الآن لنفحص هذا المثال بالأزرق هنا، إذا أردنا تسمية هذا بحيث نحصل على مراجعة نوعا ما، يمكن أن نبدأ من هذا الفلور هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ما هو هذا؟ هذا واحد ثلاثة داي فلورو سايكلو بنتان، واحد ثلاثة داي فلورو سايكلو بنتان. إذا هذه كانت مراجعة جيدة للتسمية، لكن نفكر إذا كان لدينا أي مراكز كيرالية هنا، وإذا كان الجزيء ككل هو كيرالي أو لا. قبل هذا دعوني أتخلص من الترقيم هنا، لأنني لا أريدكم أن تظنوا أنه يوجد ثلاث هيدروجينات هنا.
هذا كان رقم ذرة الكربون. هكذا مرارا وتكرارا، لكن لنتخلص منها الآن بما أننا سمينا الجزيء. لا أريد إرباككم بعدد الهيدروجينات لدينا عند أي من هذه النقاط. لنفحص الكربونات. حسنا، يمكننا مباشرة استبعاد هذا الكربون وهذا الكربون وهذا الكربون، لأن كل من هذه مترابطة مع إثنان هيدروجين. إذا أردتم فصلها ستبدو هكذا. إذا هي مرتبطة مع الكربون، كربون، ومن ثم هي مترابطة مع الهيدروجينات. الآن هذه قد تكون مجموعات مختلفة، قد تكون هذه مجموعات ألكان مختلفة. إذا هذا ليس من الضروري أن يجعله خارج اللعبة، لكن هذان الإثنان الهيدروجينان المترابطان معه هما بالتأكيد بكل تأكيد نفس الذرة، نفس المجموعة. لدينا محور متماثل من خلال تلك الذرة. إذا هذا لا يمكن أن يكون ستيريو جينيك، لا يمكن أن يكون كربون غير متماثل، ولا يمكن أن يكون مركز كيرالي أو ذرة كيرالية. إذا يمكن استبعاد هذين الطرفين من المنافسة. لكن هذا الطرف وذلك الطرف مهمان، لأنه إذا كسرنا هذا قليلا يمكن كسره بهذا الشكل وكسر هذا بهذا الشكل، يمكن كتابة SCH. وفي الواقع يمكن أن نبين الرابط مع الهيدروجين، وهذا الطرف مترابط مع واحد هيدروجين وواحد فلور. ومن ثم إذا أردنا إيجاد مسار حول الحلقة، هذه الجزيئات الحلقية هي أحيانا تحتاج دقة وبراعة لمعرفة إذا كانت مترابطة مع نفس المجموعات أو مجموعات مختلفة. لكن في الواقع لن أجعل هذا يظهر بشكل فوضوي لمعرفة إذا كان مترابط بنفس الشيء. لنأخذ مسار حول الحلقة، حول حلقة المنتان الحلقية. إذا سرنا بهذا الشكل سأرسم هذا بلون مختلف. إذا سرنا بعكس عقارب الساعة من الكربون في السؤال، سنصطدم بـ CH2 ومن ثم سنصطدم بـ CH. إذا سنصطدم بـ CH2 ومن ثم سنصطدم بـ CH. إذا سرنا بهذا الشكل سنصطدم بـ CH2 ومن ثم سوف نصطدم مع CH2 أخرى. إذا هذا بالأساس، هذه الرابطة مربوطة مع مجموعة مختلفة أكثر من تلك الرابطة أعلى هنا، وأيضا هي مترابطة مع الهيدروجين وأيضا مترابطة مع الفلور. إذا هذا مترابط مع 4 مجموعات مختلفة. إذا هذا كربون كيرالي، إذا هذا مركز كيرالي، كيرال سنتر. الآن نفس الجدلية يمكن عملها عند هذا الكربون هنا، يمكن عمل نفس المنطق هنا. انظروا، إذا سرنا بعكس عقارب الساعة من هذا سنصطدم بـ CH2 ومن ثم CH2. إذا سرنا مع عقارب الساعة سيكون CH2 ومن ثم CH2، والذي هو متصل مع الفلور. إذا سرنا عمليا سنرى عمليا شيء مختلف، اعتمادا إذا كنا سنتجه للأسفل داخل هذه المجموعة أو داخل تلك المجموعة. من ثم هي أيضا مترابطة مع الهيدروجين والفلور. إذا 4 مجموعات، هذا أيضا مركز كيرالي. طريقة أخرى للتفكير في هذا، في الواقع هو شيء مهم مقارنته مع هذا الجزيء أعلى هنا والذي كان غير كيرالي ولا يوجد لديه مركز كيرالي. هذا الجزيء أعلى هنا سأرسمه بشكل مختلف قليلا ليكون أوضح قليلا. إذا هذا يمكن رسمه بهذا الشكل. إذا كان الكلور بهذا الشكل هنا، فكرنا في أن يكون هذا مركز كيرالي محتمل، وهو يلعب نفس الدور في المثال هذا أسفل هنا. لكن نرى هنا هذا ليس مركز كيرالي، لأن هناك في الواقع محور للتماثل لهذا الجزيء يسير خلال هذا الكربون. إذا يمكن عمليا رسم محور التماثل الذي يسير بالضبط خلال هذا الكربون. الطريقة التي رسمته بها هكذا، إن هذا هو انعكاس من هذا. الروابط في الواقع متماثلة بشكل أكثر قليلا هنا. إذا حاولنا رسم محور التماثل هنا، إذا حاولنا رسم محور التماثل يمكن جعل تلك الرابطة مع الفلور تسير خلال محور التماثل، سوف نرى أن هذا ليس منعكس من هذا، لأنه لدينا الفلور أعلى هنا، لا يوجد لدينا الفلور هنا. الآن يمكن عمل نفس الشيء مع هذا الطرف. إذا حاولنا عمل محور التماثل يوجد فلور هنا ولا يوجد فلور هنا. إذا كل واحد من هذه هو مركز كايرالي، بينما هذا الكربون في الأعلى هنا لم يكن مركز كايرالي.
الآن السؤال التالي هو: حسنا، هذا الشيء لديه مركزين كيراليين، كربونين كيراليين، إذا هو محتمل أن يكون جزيء كيرالي. كل شيء شاهدناه للآن، إذا كان لدينا مركز كيرالي كان لدينا جزيء كيرالي. لكن لنأخذ صورة مرآة، صورة مرآة، لأخذ صورة المرآة له، دعوني أمسح هذا بداية. حسنا، إذا كيف ستبدو صورة المرآة له؟ سأرسم أولا المرآة. سيكون لدينا الفلور هنا، ومن ثم سيكون هناك رابط مع الكربون، والذي أيضا مترابط مع الهيدروجين. هذا سيترابط مع CH2، وهذا سيترابط مع CH. هذه صورة المرآة من هذا، والذي يترابط مع الفلور، هذه صورة المرآة لهذا. ومن ثم نسير لأسفل، هذه صورة المرآة للCH2 هنا، هذه صورة المرآة من هذا، ونصلهم مع بعضهم. الآن هذه الصور مرآة لبعضهم البعض، لكنهم نفس الجزيء بالضبط. كان يمكنني تحريك هذا إلى اليمين، وسيكون متطابق تماما. هم تماما نفس الشيء، هم تماما نفس الشيء. إذا بالرغم أن لدينا ذرتين كيرالية، كربونات اثنان كيرالية، لكن الجزيء ككل ليس كيرالي. not كيرالي، إذا هو جزيء غير كيرالي، not كيرال مولكيول.